فلتصبروا ولتحتسبوا. وكلنا مؤمن بقضاء الله وقدره، وكلنا يؤمن بموقفنا بين يدي الله عز وجل وهو أحكم الحاكمين. قبل أيام سمعتم وشاهدتم بوسائل الإعلام أن شابا قتل في حلب الشهباء، وهو ابن عالم من علماء سوريا. وقف والده وعزاه بكلمات تأثرنا بها جميعا، كما تأثرنا بولدنا منير الذي كان ذاهبا إلى عمله فجاءته رصاصة غدر وقتلته. ونحن نضم صوتنا إلى صوت والده، والد ذاك الشاب الشهيد ابن حلب، ونقول نعزيك يا شيخ حلب ويا شيخ سوريا، نعزيك بولدي الشهيد، ونضم صوتنا إلى صوتك ونقول قتل الله من قتل. نعزيك يا صاحب السماح باسم أهل دوما، وقد شيعت مدينة دوما 50 شهيدا. نعزيك يا صاحب السماح بولدك، ونحن نعزى بولدنا منير الذي قتل كما قتل ولدك. نعزيك يا صاحب السماح باسم آل الشهداء في مدينة دوما، 50 شهيدا شيعوا من مدينة دوما. نعزيك يا صاحب السماح باسم آل الشهيد عرفان الدرة الذي كان يعمل بمحله، لم يخرج في مظاهرة ولم يشترك في مؤامرة ولم يلتقي سفيرا أو أميرا أو غير ذلك، قتل ظلما. نعزيك يا صاحب السماح باسم آل الشهيدة العفيفة الطاهرة فاطمة كريم التي جاءتها رصاصة غدر وهي تقرأ القرآن بعيد صلاتها في غرفتها، لم تكن تشترك في مؤامرة ولم تلتقي سفيرا أو أميرا أو غير ذلك. نعزيك يا صاحب السماحة، نعزيك يا صاحب السماحة باسم آل الشهيد، باسم أبناء الشهيد فهد عدنان المعلم الذي كان يخرج من بيته إلى عمله ومن عمله إلى بيته، ثم اعتقل ورجع شهيدا إلى أهله. نعزيك، نعزيك يا صاحب السماحة باسم آل الشهيدين الأخوين القادري اللذين قتلا وكان أحدهما قد خرج من بيته ليأتي بالخبز إلى أهله وخرج أخوه وراءه يتفقده. نعزيك يا صاحب السماحة باسم آل شهيد صبح سلام الطفل وعزة اللبابيدي الطفل
وحمزة بلي الطفل. نعزيك يا صاحب السماحة ونضم صوتنا إلى صوتك بأننا سنقف بين يدي الله. نعزيك يا صاحب السماحة وندعو معك على القاتل. نعزيك يا صاحب السماحة وندعو على الشامتين فأهل دوما لا يشمت بأحد أبدا، ونقول قطع الله لسان الشامتين. نقول قطع الله لسان الشامتين لأننا لم نتعلم أبدا هذه الأخلاق، الأخلاق التي تعلمناها كما علمنا إياها عمر الفاروق عندما قال كفى بالموت واعظا يا عمر، بالموت لا شماتة، ولكن هناك حقيقة ينبغي أن تقال. نعزيك يا صاحب السماحة، وكنا نتمنى منك أن تفتح لنا بابك حتى تسمع ما يفعل بنا، حتى تسمع همومنا. نعزيك يا صاحب السماحة، ونحن نتكلم الآن بالدين، لن نتكلم بسياسة أو غير ذلك. نعزيك يا صاحب السماحة، ونحن أبناء هذا الوطن، ونحرص كل الحرص على هذا الوطن، بل نفدي هذا الوطن بأرواحنا. نعزيك يا صاحب السماحة، نعزيك بولدك، وعزاؤنا نحن وإياك بأننا سنقف بين يدي الله سبحانه وتعالى مع هؤلاء الشهداء، سنقف مع هؤلاء الشهداء في وجه هؤلاء القتلة بين يدي أحكم الحاكمين، بين يدي القاضي العادل سبحانه وتعالى، ليحكم بيننا بالحق، ليحكم بيننا بالحق. وندعو معك يا سماحة، يا صاحب السماحة، على هؤلاء القتلة الذين يقتلون بغير حق، ونقول كما قلت تماما، نقول لهم لهؤلاء القتلة شكوناكم إلى الله، نقول كما قلت حسبنا الله ونعم الوكيل. فنحن معك يا صاحب السماحة، ندعو على القاتل، وندعو على من أمر بالقتل، وندعو على من أفتى بالقتل، وندعو على من يسر بالقتل، ونقول بهم جميعا اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، اللهم أرنا فيهم غضبك، اللهم أرنا فيهم عذابك، اللهم سلط عليهم سيف انتقامك يا قوي يا متين. وأنتم أعظم الله أجركم ورحم الله شهيدكم بل شهداءكم. ندعو الله عز وجل أن يجمعنا وشهداءنا تحت لواء سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. مدينة اعزاز الخميس. الله اكبر.